الشعور بالصداع من أول أعراض الصيام، ويعاني منها أغلب الصائمين خصوصاً في الأيام الأولى من شهر رمضان. وتتعدد أسباب الصداع في رمضان، والسبب الأكثر شيوعاً هو انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم، كما أن نقص السوائل في الدم والدماغ يؤدي إلى حدوث آلام في الرأس. أما المدخنون والذين يحتسون القهوة صباحاً قد يعانون من صداع بسبب انخفاض مستوى الكافيين والنيكوتين، غير أن السهر وعدم انتظام النوم من أكثر الأمور المسببة للصداع في شهر الصوم أيضاً. ويعتقد كثيرون أن سبب الصداع هو قلة الطعام والشراب، ولكن لابد من وجود أسباب أخرى تكمن وراء هذا الصداع، وهذا ما ستحدثنا عنه الدكتورة نهى حيدر، اختصاصية داخلية وهضمية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صحة أبنائنا برمضان. أنا الدكتورة نهى حيدر، أخصائية بالأمراض الداخلية والهضمية. رح رافقكم بكم حلقة نحكي فيهم عن كم موضوع بيهموا أبنائنا، خاصة أنه رمضان جاي وفيه امتحانات وسترس على طلابنا. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الصداع. الصداع هو عبارة عن عرض لعدة أمراض. هذا العرض ممكن يكون شديد، ممكن يكون خفيف. العرض ببلش ممكن يكون نابض في جهة واحدة من الرأس، ممكن يكون بحس شد على الرأس، ممكن يكون قفوي مثل عند أمراض مرافق لأمراض أخرى مثل مرض الضغط. طيب هلأ نحن اللي بيهمنا حاليا الصداع اللي نحن فينا نقول إنه هو الصداع السليم. الصداع السليم يعني اللي مرافق حاليا لعملية الصيام، خاصة نحن الصيام هي الانقطاع عن تناول السوائل والأطعمة فترة منيحة، ممكن تتراوح بين 5 ساعات ل 12 أو أكثر من هيك من الساعات. طيب هلأ هو شو أسباب الصداع؟ الصداع له أسباب عديدة. الصداع طبعا المرافق للصيام نحن اللي عم نقول عنه هو الصداع السليم. هو نحن فينا نقول إنه هو حرمان الدماغ من الغلوكوز أو السكر البسيط. نحن مثل ما بنعرف إنه الخلايا الدماغية بتتغذى على السكر البسيط، ففي عملية الصيام رح ينقص سكر الدم، وخاصة خلال الساعات الأخيرة من الصيام قبل المغرب بشوي. فهون بحس الواحد إنه دائما الصداع وحس شد في دماغه، فهذا هو السبب إنه هو نقص سكر الدم. ممكن يكون مثل بعض الشباب بيكونوا مدخنين أو مدمنين كتير على منبهات مثل القهوة مثل الشوكولا النسكافيه، وأنا منهم طبعا. هدول العالم أنه ممكن يكونوا متعودين على نسبة معينة من الكافيين، رح يصير عندهم سحب لمادة الكافيين بجسمهم، أنه رح ينقطعوا عن هاي المادة فترة طويلة من الزمن. ممكن يكون بسبب تغير الساعة البيولوجية، يعني الإنسان هو معود أنه يفيق ساعة معينة، ممكن ويدخل الطعام لجسمه بهاي الساعة، يتغدى بهي الساعة، ينام فترة معينة. في رمضان رح يصير عندنا خربطة لهي القصة بين سحور وفطور، وإنه الساعة البيولوجية رح تختلف عنده. طبعا كمان فينا نقول إنه ما إنه رمضان هلأ صار له كم سنة عم يجينا بفترات الصيف، بسبب فقد السوائل والتعرض الطويل لأشعة الشمس. طيب نحن شلون فينا نوقي حالنا من هذا الصداع أو صداع الصيام؟ بالنسبة نبلش فيهم هون سبب نقص السكر. هلا بالنسبة لنقص السكر هو هيك الصيام انه اجباري حيصير عندي انا نقص بنسبة السكر بالجسم، بس نحن فينا نتفادى هذا الموضوع بتأخير السحور قد ما يمكن لآخر فترة، وتناول الوجبات اللي تكون حاوية على الكربوهيدرات والحبوب مثل الشوفان، الفواكه، الخضروات الغنية بالألياف. هي بتساعد انه تحس بالشبع طول النهار، وكمان الكربوهيدرات بتمد الجسم دائما بالسكريات طول اكثر فتره ممكن فينا نقول. هلا بالنسبه للقهوه وللكافيين، طبعا فينا مشان ما نقطع الفكره كمان انه في ناس بتقول انه إن احنا اذا تسحرنا على سكر كثير او حلويات كثير هي بتمد جسمنا بالطاقه، هذا شيء غلط. هذا اللي بيصير عنا بيصير شيء معاكس، بيفرز الجسم الانسولين، فبصير عنا عمليه
نقص سكر، وبيجوع الإنسان بسرعة أكثر، وبيصير نقص سكر أكثر. طيب ننتقل للشغلة الثانية اللي هي الكافيين والنيكوتين. هلا نحن ما فينا نقطع الانسان بشكل مفاجئ عن الكافيين وعن النيكوتين، طبعا خاصه الشباب هلا بيكونوا انه مدخنين. نحن فينا نعود الجسم على كميه اقل من الكافيين، يعني يصير مثلا فنجان عند السحور وفنجان عند الفطور، ما نكون الفتره بين الفطور والسحور هي عباره عن منبهات وشاي وكافيين وشوكولا، لا، نحاول نحدد كميه معينه. طبعا تنظيم الوقت لازم يكون مناسب بحسب هو دراسته للطالب، فبيعود حاله على ساعة معينة من النوم وساعة للفئة مشان انه يعود جسمه على ساعة جديدة، ساعة بيولوجية جديدة. بالنسبة للسوائل كمان، هلا في ناس بتقلك انه نشرب سوائل بكميات كتير كبيرة على السحور، هذا بيساعدنا انه نحن بيعطينا طاقة كمان خلال النهار، هذا الشيء خاطئ، لانه كميه السوائل الكبيره بالسحور رح يزيد اضرار. فنحن هاي السوائل بتكون مقسمه بين فتره الفطور وفتره السحور، يكون بين 6 اكواب ل 8 اكواب بس بشكل مقسم، طبعا يكون في بيناتهم عصائر تمر هندي، هذا الشيء اللي بيمد الجسم كمان بالطاقه وبالسكريات، ومن ناحيه ثانيه بالسوائل، بس ما ينشرب الكميه كلياتها خلال السحور. هلا كمان فينا ننوه، لانه قصه المنبهات هي من المواد المدره، يعني ما نكترها بكميات كبيره، لانه هذا رح يصير عندي انا افراز كميه كبيره من السوائل خارج الجسم، يعني انا عم اعرض الجسم للتجفاف. بالاضافه انه لازم ننوه لطلابنا الاعزاء ما يطلعوا كثير بالشمس، ما يتعرضوا كثير للحر، اذا يحاولوا قد ما فيهم يوقوا حالهم بالنظارات الشمسيه بالطاقية، و قد ما كان يقللوا نسبة التعرض لأشعة الشمس، وهي أفضل، يعني هذا بالنسبة للصداع الصيام. هلا طبعا في أمراض ثانية ممكن يكون تشنجات عضلات الرقبة والأعادة الصحية، هي بتنفع أيضا مشان إنه تخفيف من شدة الصداع عند الطلاب خلال دراستهم. كذلك اللي بيكون عنده أمراض معينة، نقص بصر، أو لازم يفحص نظره عند طبيبه. بالنسبة للشقيقة، كثير ناس تجي بتسأل إنه مشان الشقيقة شو نعمل؟ أنا بفضل إنه هو يراجع طبيبه قبل فترة الصيام، لأنه طبعاً الصيام رح يحرض نوبة الشقيقة، من ناحية إنه هو امتناع الأطعمة والتجفاف، هي كلياتها رح تحاول رح يزيد من نوبات الشقيقه. طبعا نحاول قد ما فينا نخفف من الستريس. بالنهايه ان شاء الله هي توفيق من رب العالمين، ودائما يكون الانسان هادي قبل الامتحان، وبنتمنى التوفيق للجميع. وما انكم انتم لبنة الوطن ان شاء الله، هيك الله يوفقكم وييسر لكم الامتحانات.